آج میں اپنی طرف سے اور ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے جامع مسجد دلی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس موقع پر میری درخواست ہے اور ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ نماز عشاء ہم آپ کی اقتدا میں ادا کریں۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت مسافر ہیں، اس وجہ سے آپ دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیں گے اور تمام مقتدی اپنی بقیہ دو رکعتیں خود مکمل کریں گے۔ امام صاحب حفظہ اللہ اس وقت مسافر ہیں، اس وجہ سے آپ دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیں گے اور تمام مقتدی اپنی بقیہ دو رکعتیں خود مکمل کریں گے۔ القا فضیلۃ الامام سید شعبان بخاری کلمۃ ترحیبیۃ لفضیلۃ الامام فجاء فیہ حضرت صاحب الفضیلۃ الامام المحترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنني اليوم أصالة النفسي والنيابة المسلمية الهند أستقبلكم في هذا المسجد الجامع بدلهي الهند. نحن بالمناسبة سعداء بأننا سوف نقوم بداقية صلاة العشاء في إمامتكم إن شاء الله. ربنا الكريم بالنصر والتأييد معكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد شعبان بخاري نائب الإمام الملكي المسجد الجامع بدلهي. استووا استووا اعتدلوا. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا
قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.